حليب جوز الهند. طبعا حليب جوز الهند معروف ايش يسوي في البشرة او في الجسم او حتى في الاكل، فنان فنان، لازم تعملوا عنه جوجل وتشوفوا فوائده الجبارة. الفازلين الطبيعي تاخدوه من عند العطار، ويعني افضل بمليون مرة من الفازلين العادي اللي تشتروه من الصيدليات او من المحلات. طبعا النشا معروفة فوائده اللي لا تعد ولا تحصى. يفضل تستخدم العسل الحر، يعني العسل الأصلي. كل ما كان العسل الأصلي كل ما كانت الفائدة أقوى بمليون مرة. جل الصبار يفضل يكون طازة، يعني تاخدي صبارة وتبدأي تقطعي جوانبها وتقشريها وتاخدي الجل اللي جوتها، بس أنا للأسف مخلصة عندي فحستخدم جل الصبار اللي هو من أي صيدلية. لازم نعمل الخلطة دي حمام مائي، أو زي ما أنا حعمل على نفس يعني جوة القدر. أنا خليته على حرارة بسيطة عشان ما أبغى الأشياء تنحرق معايا، ترى ولا ثواني ياخد الشي ده. حاخد حليب جوز الهند حاكبه في القدر، كوب كبير زي ما قلت لكم، جل الصبار، الفازلين الطبيعي، العسل، وأخيرا النشا. هنبدأ نحرك الخليط، لازم تمتزج كل المكونات مع بعض. عليت النار شوية وطول الوقت أفضل وأخلط إلين تتمزج كل المكونات. الآن وصلنا للقوام المطلوب، نفس قوام البشاميل. شفتوا كيف لما توصل لقوام البشاميل الثقيل شوية؟ هذا هو بالضبط. خلاص برد الخليط، قسمنا الشعر وحبدأ أحط. طبعا ريحته مرة حلوة، اللي يحب ريحة الكوكونات مرة حتعجبه. وعادي حطه في الفروة طبعا عشان تتغذى، يعني هي الأهم. وكمان هنا اللي تحت هذا مرة مهم، هذه المنطقة هي أكتر شي ينشف في الشعر. شوفوا كيف نفرد بهذه الطريقة ونخليه كده خلاص، عشان من جد يكون كأنه فرد، يعني الشعرة تنعم بهذا الشكل. طبعا مرة ما يحتاج تمشطوا الشعر يا بنات عشان لا تخرجوا الخليط، يعني تخلوا الشعر كده يكون الخليط متغلغل كده فيه مليان. لو مشطتوا الشعر حتنزلوا الخليط كله برا الشعر. حنخليه من 2 لـ4 ساعات، وبعد كده تتروشوا عادي بالشامبو والكونديشنر إذا تحبوا، وعادي يعني نشفوا شعركم واستمتعوا بأجمل نعومة ممكن تلاقوها في شعركم. وطبعا لازم تداوموا. شوفوا الكمية اللي عملتها، يعني بالملي، تعرفوا شلون بالملي؟ شعر بنتي تبارك الرحمن طويل إلى نهاية ظهرها تقريبا مع كثافة متوسطة.